مساء الخير اليوم هو خامس ايام شهر رمضان المبارك يمكن مشاهدينا بلشتوا تتعودوا على الصيام بالرغم من عدد ساعات او ساعات الصيام الكبيره الله يتقبل صيام الجميع اليوم بدنا نحكي عن اهميه عمل الخير بالشهر الفضيل وكيف بنقدر نقدم حتى ابسط الاشياء للمحتاجين نبدا بحكاية اليوم راح طبعا نحكي عن عمل الخير وأهميته وبيسعدنا نستضيف سهى المرسال المتحدثة باسم المجلس الدنماركي لإغاثة اللاجئين وروينا مكنوتن مسؤولة الاتصال في المكتب الأقليمي للمجلس الدنماركي رمضان كريم مساء الخير رمضان كريم وينعاد علينا وعليك يا رب كيفك سهى شو أخبارك؟ الحمد لله تمام روينا كيف حالك؟ يو كان سي ان الحمد لله الحمد لله شكرا سوا بدي بلش من عندك نعرف هيك لمحه بسيطه عن هالمجلس وشو عم يقدم للسوريين وخلينا نقول لانه شو عم يعمل خير يعني بالنهايه هي كلها عمل خير ولكن باسماء مختلفه يمكن آه يعني هو المجلس الدنماركي لاغاثه اللاجئين آه بيشتغل ب 30 دوله بنشتغل آه <applause> مع اللاجئين من عده الجنسيات بنقدم لهم كثير خدمات واشتغلنا من بدايه الازمه السوريه بالمناطق المجاوره لسوريا. <applause> سو قبل ما نكمل ونروح لروينا بدنا نعرفكم على فستو. ايه <applause> فادي <applause> ضيفنا دائم فستو بكل حلقه مرحبا فادي فادي نعم ليش عم تحكي انجليزي اليوم؟ لا بدنا نحكي شوي مو كثير ما كثير بس حسيتك عم تحكي انجليزي تخبيت خفت لانه لا انا مش كثير بالانجليزي خلص اللي بدك اياه شو بتقول قول سلم على ضيوفك ايه ايه يو؟ English or Arabic? How are you? I'm well. thank God. how can you help the Syrian refugees? What do you present to him? How you can help him? I think there's a number of ways people can help Syrian refugees, but through the Danish Refugee Council, we're working to service basic needs. But through our Everyday Heroes of Syria campaign, we 're really trying to shine a light that um, treating people on a basic human level um, mm -hmm. we can begin to see people as equals. Um, how people can help is really dependent on um, what you can give um, but mm -hmm. روينا طبعا روينا عم, عم تقول انه هنن بيكرموا هلا ابطال سوريين ضمن حمله اسمها ابطال من سوريا، بيساعدوا اللاجئين وبيعطوا للاجئين وطبعا من مساعداتهم الشخصيه، وبالتالي بالفعل هالحمله هي ما اطلقوها على الفيسبوك لمساعده السوريين اللي عم يقدموا للسوريين وبيدعموهم، ندور عندك سهى خلينا نحكي اكثر ايضا عن هالحمله اللي هي عم تكرموا فيها ابطال من سوريا. هي الحملة زي ما هتفضلت يعني بعنوان أبطال كل يوم لسوريا of Syria. Heroes of Syria نعم مزبوط انطلقت بيوم اللاجئ العالمي اللي هو كان ب 20 ستة يعني من يومين تقريبا mm -hmm. وبهي اليوم احنا حبينا يعني بمناسبة اليوم اللاجئ انه نخصص له يوم نحاول نكرم فيه الاشخاص اللي قدموا اي مبادرات ان كان على الصعيد الشخصي او على صعيد مؤسسات ليساعدوا هدول الناس بمحنتهم فاحنا يعني انا وروينا لفينا على اربع دول منهم طبعا الاردن ورحنا على لبنان وعلى العراق على العراق وعلى تركيا قابلنا ناس بمخيمات قابلناهم ببيوتهم وسمعنا قصصهم وكيف هن يعني عملوا اشياء ليساعدوا الناس ما يعني ما قدروا يوقفوا واخوهم يعني محتاج لمساعدتهم فقدموا لهم اي شيء بيقدروا عليه Mm -hmm. Rina, uh, do you help just uh, uh, Syrian refugees or uh, other refugees? No, the Danish Refugee Council is in 30 countries mm -hmm. around the world, and we work with uh, refugees in different countries mm -hmm. um, and displaced people, and also host communities that mm -hmm. are. طبعا روينا عم تقول انه هي بيساعدوا طبعا مو بس السوريين لاجئين سوريين بيساعدوا اكثر لاجئين او حتى المحتاجين في اكثر من دوله سوها وروينا وبدنا وف... نسال فستو هلا سؤال احنا عنا دائما سؤال استطلاع دائم بكل حلقه سؤال استطلاع اليوم شو حابب يختفي من العالم شو حابب يختفي من العالم يا فستو حابب يختفي من العالم الظلم <applause> <applause> اها حلو طيب هلا نحن حنروح لاستطلاع رأينا لنشوف شو حابين يختفوا يختفي من العالم بنروح للاستطلاع <applause> اذا بدنا نروح لعندك سوا شو حب يختفي من العالم سمعنا كثير اشياء وامنيات انه يختفي مثلا على صعيد الاكل او على صعيد الظلم انت شو هيك بتفضلي انه يختفي من العالم يعني اكيد زي ما حكوا الحروب وهي الاشياء بس اكيد كمان العصبيه يمكن انه نقدر احنا بالحياه اليوميه نتحمل بعض اكثر حتى بهالشهر الفضيل انه الواحد يكون عنده طاقه اكثر للاشخاص الاخرين Um, uh, what would you like uh, disappearing from the world? Uh, I'd like inequality. I'd mm -hmm. like for us to see each other the same, whether we're man, woman, mm -hmm. what religion we are, um, for us to be seen as equals with one another around the world. Inshallah. شاء الله هيك ترجمي شوي كمان شو قالت حتى نحن نكون واضحين مشان دقه الترجمه كواليتي از جود كواليتي انه هي يعني بتحب انه عدم التساوي انه يروح ولا حروب وهي الاشياء كلها اللي شايفينها اليوم تعمل المساواه والعدل وترجع العلاقات حتى بين الناس كلها وتكون جيده وهيك على كل سهى وروينا وفستو بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع لنشوف اليوم مين يربح معنا فاصل صغير وبنرجع قبل ما نروح للمسابقه حابين نروح لعند روينا نسالها ايضا عن المجلس الدنماركي اكثر روينا uh, can you tell us or more us about uh, you um DRC okay the danish refugee council um services the needs of refugees mm -hmm. and host communities so around the globe unfortunately there are a lot of conflicts and a lot of people impacted mm -hmm. um, this world refugee day june 20 that just passed on saturday We now have nearly 60 million people around mm -hmm. the world displaced. Um, the DRC works um, to try and service the needs of the basic needs. So, in conflict regions, we are with water, shelter, mm -hmm. um, and, and giving people safety, um, some mm -hmm. medical kits. Um, in host communities, in protracted places, we're also running psychosocial support um, campaigns, mm -hmm. places safe. places for women children to <c Risky> meet, um, also helping access legal services if you're a <c utens> refugee, and also working with host communities. Thank you, Rabina. يعني نحن حنترجم باختصار in perfect, in brief, sorry, يعني انه هنن بيساعدوا المحتاجين حول ومناطق الصراع والمناطق صعبة وعم يحاولوا دائما يخلقوا مناطق آمنة وحتى تكون الناس أمين أكثر وأكثر. هيدا باختصار طبعا. عم بيساعدوا أعداد كثير كبيرة منيح. نعم. منيح. 16 or 60؟ 60 <resentful> 60 يعني ستين مليون طبعا شخص حول العالم بيرجع لعندك سوها ايضا من جزء الحملات او ضمن اعمال المجلس حكينا عن المساعدات واطلاق الحمله لتكريم ابطال من سوريا شو في اشياء كمان يعني هي دائما المساعده احنا مفهومنا لها بيكون كثير مادي انه احنا بنعطيهم مثلا فلوس لهدول العالم وبيشتغلوا مشاريع بيشتغلوا مشاريع بس <applause> هي فعلا المساعده حتى بهالشهر الفضيل مش بس انه احنا نتبرع بفلوس او باكل للمحتاجين وللاجئين مثلا هي كمان دعم معنوي فاحنا هذا الشيء كثير حبينا نشتغل عليه بالحمله تاعتنا رد الكرامه للاجئ السوري يعني <applause> هو قبل ما يكون اسمه لاجئ هو كان يا اما كان عامل يا اما كان دكتور يا اما كان طالب او اي شيء تاني فكتير هاي الشيء حابين احنا نركز عليه بالحمله وفي عالم يعني هن اصلا ما عندهم كثير مصاري لقدموها للاجئين بس هن بكرسوا وقتهم يعني حتى احنا الوقت هذا شيء ثمين احنا بنقدر نعطيه لناس ثانيين حتى بهالشهر يعني في كثير ناس محتاجين مضافة. اكيد وهو أه. فرصه ايضا لمد يد العون ومثل ما موضوع حلقتنا اليوم عمل الخير وانتم ايضا عم تشتغلوا بجزء طبعا يمكن التسميات بتختلف ولكن هو بالنهايه عمل خير لمساعده السوريين اكل انسوها وروينا وفستو نحن اليوم هلا بدنا نروح لبيروت لنشوف مين من السوريين اللي ربح معنا بلبنان يلا نروح لبيروت بدنا نقول طبعا مبروك للي ربحوا معنا اليوم وهم ادلب ودرعة أه بدنا لعندك سهى يعني في بعض القصص اللي أه مهمه للاجئين السوريين وانتم طبعا ساعدتوهم ممكن هيك نعرف شويه قصص؟ يعني في كثير ناس احنا قابلناهم بالعراق مثلا كثير ناس هن عايشين حياه كتير بسيطه بمخيم مخيم دار شكران موجود باربيل هن ما عندهم يعني ما عندهم شيء يقدموه لغيرهم يعني ما عندهم شيء فلوس ولا عندهم شيء يقدروا يعطوه للاجئين بس برغم من هالشيء قدروا يساعدوا ناس كتير يعني هن من المساعدات اللي كانت تجي كانوا يشيلوا اشياء على جنب ويعطوه للاجئين بيجوا جديد على البلد فهذا الشيء كثير مؤثر يعني بتلاقي ناس ممكن يكون معها كتير شغلات بحياتها بس تعودت عليها خلص ما بتحس انه هي لازم اه تقدم لغيرها، بس هاي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، الواحد لازم دايما يتذكر انه يعطي الاخرين من هالشيء. Rowena, can you tell us about some stories about Syrian refugees? Um, well, through the everyday heroes of Syria, uh -huh. I've met some amazing people who are working with Syrians and Syrians themselves. سمعت السوريين اي طبعا. I am seeing a lot of strength and a lot of beauty coming from Syrians uh -huh. in this region. Um, Right from a refugee in Iraq, um, who, who with his family of seven, they, it took them four days to walk, mm -hmm. and they arrived in Iraq in Darushkaran camp with nothing but the clothes that they have. He's been there for 14 months, and while he has nothing, every time a new family comes to this camp, he makes sure that they have enough food, clothes, and shelter. I don't think his family has ever um, received their full parcel. But it, it's that brotherly and sister and care, which for me um, is truly inspiring. Um, and the strength mm -hmm. to do more is, is, is everywhere. There are people, you know, very much um, in times of difficulties, but doing what they can. And not just doing what they can. I, I met a woman in, in Lebanon who is mm -hmm. working with other women. Um, she herself had never had any education and, and stopped school when she was 10, but she is determined in, in a camp in Lebanon to make sure her young children. who have been displaced from um, Syria get an education. She herself is learning English. Um, oh, okay. cause she Good. wants to teach her children. حكيلهم يعني نحن رح نختصر كمان بمساعدتك سهى انه يعني رغم الصعوبات اللي عم تواجه السوريين في مناطق اللجوء هن عم يقدروا يتحدوا هالصعاب بالفعل وعم يقدروا يواكبوا تعليمهم، عم يساعدوا بعض وكمان شو بدك تقولي ضيفي على كلامك؟ ايه لما ننسى كمان العالم اللي قابلناهم هون بالاردن يعني مم. كمان في ما شاء الله في كثير شباب آه بتطوعوا وب... وبالفعل في ابداع آه آه من الشباب السوري كثير يعني ما بيقبلوا يكونوا انه هن بمحل الضحيه يعني بيشتغلوا على المجال الاعلامي وعلى المجال بيساعدوا كمان الجرحى اللي مبتوره يعني بيركبوا لهم اطراف وبيدربوهم فما ننساهم كمان انه هم ببرا شوف فستق اليوم لابس علم <applause> آه، الاستقلال وما بعرف ما شفته ولا بمظاهره كيف انسى إي ايه إي، 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 ليش هم يعني جماعه الائتلاف احسن مني الضربة <applause> 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 على الثقيل كمان اه يعني ناوي تدخل الائتلاف إي لا ايوه لا <applause> طيب على كل سهى وروينا وايضا فستق عندنا شيء طابع دائما برمضان هو المدفع المدفع لإعلان الإفطار وهو شيء تقليدي ارتبط برمضان إحنا حنشوف تقرير صغير عن مدفع رمضان نشوف تقرير ما بنسمع صوته إلا بشهر رمضان بيخبرنا بموعد السحور وقت أذان الفجر وبيرجع مرة تانية وقت غروب الشمس ليخبرنا بموعد الإفطار القاهرة كانت أول عاصمة بينطلق فيها مدفع رمضان هذا الحكي كان سنة 865 هجري لما أراد السلطان المملوكي خشقدم أنه يجرب نوع جديد من المدافع وصادف إطلاق المدفع وتجربته وقت أدان المغرب بالضبط فظن الناس أنه السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصايمين لموعد الإفطار فطلعت جموع الأهالي لمقر الحكم تشكر السلطان على هالبدعة الحسنة اللي استحدثه ولما شافوا السلطان مبسوطين هالقد قرر أنه يطلق المدفع كل يوم ليعلن فيه موعد الإفطار وبعد هيك أضاف مدفع سحور ومدفع الإمساك وفي رواية تانية بتقول إنه مدفع الإفطار صار بالصدفة لما كانوا الجنود بعهد الخديوي إسماعيل عم ينطفوا أحد المدافع فطلعت منه قذيفة دوت بسماء القاهرة وصادف وقتها وقت أدان المغرب بأحد أيام رمضان فظنوا الناس إنه الحكومة تبعت تقليد جديد لتخبر الناس بموعد الإفطار وانتشر مدفع الافطار بكل اقطار بلاد الشام وبلش بالقدس ودمشق بعدين انتقل لبغداد وباقي مدن العالم الاسلامي العربيه والاجنبيه وبالوقت اللي بيرتبط صوت مدفع الافطار بسعاده وابتسامه ترسم على وش كل صايم بيسمع صوته ما ننسى انه اهلنا بسوريا عم يسمعوا كل يوم صوت المدافع والقذائف بخوف كبير ما بيخليهم يميزوا بين مدفع الافطار ومدفع الحرب يعني للاسف مثل ما انهى التقريب بالفعل يعني اصوات المدافع للاسف بسوريا شغاله بدون افطار على طول شو رايك يا فستو للاسف انه مدفع الافطار بكل الدنيا الناس بتكون مبسوطه فيه بس المدافع اللي اللي بسوريا يعني للناس مش معقول عمالهم الله يكون بعونهم بس الله يكون بالعون بالفعل. الله يكون بعون سها مشروعكم ايضا جزء منه هو بكرم سوريين تحكي لي شوي عن تكريم وقديش صار مكرمين سوريين يعني احنا بنكرمهم بشكل معنوي عن طريق الفيسبوك آه، عاملين صفحه اللي هي بعنوان ابطال مهم. كل يوم لسوريا، فاحنا كل يوم بننزل من، من قصه حدا معين بنحكي قصته كيف هو قدر يساعد يعني حدا غيره، مهم. واهم شيء شو اللي خلاه انه يساعد يعني يساعد الاخرين انه هي اغلبهم بيقولوا لك انه احنا من انسانيتنا واحنا اليوم يمكن ناس عاديين، بكره يمكن احنا نكون لاجئين. مهم. فهيك احنا بنكرمهم الطريقه يعني أقول يعني هو دائما عمل الخير يعني بالفعل قد ما شكرنا بضل قليل الشكر انا بالفعل هلا بنهايه الفقره تبعنا بدي اشكركم بدك تشكرهم على طريقتك شكرا <applause> 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 طيب انا بدي اشكركم يا سهى المرسال المتحدثه باسم المجلس الدنماركي لاغاثه اللاجئين ورو وروينا ماكونتون مسؤوله الاتصال في المكتب الاقليمي للمجلس الدنماركي رمضان كريم عليكم وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل وراجعين مكملين حكاية رمضان فاصل <applause>